نتكلم عن الشاشة نتكلم عن نفس العظام. العظام عبارة عن نسيج حي بيتجدد داخله فيه فراغات بسيطة تساعد على امتصاص الصدمات وفي نفس الوقت عشان يخفف من وزنه عشان يديك الحرية ان انت تتنقل في مكان لمكان. وفي خلايا نوعين من الخلايا، في اوستيوبلاست واوستيوكلاست، وحدها الدامة اللي هي البلاست والبناء اللي هي البلاست. حيصير في مشكلة بيناتهم، طيب حتزيد الفراغات الموجودة داخل العظم، حيصير العظم أجوف من الداخل، يسهل أنه ينكسر. طيب. بكل بساطة تعريف الهشاشة. جميل جدا وواضح. الآن يمكن في ناس يختلط عليهم يعني كثير أستاذ فراس اللي يقول لك الروماتيزم هشاشة العظام، كذلك لو نتكلم على الالتهاب المفاصل، الألم واحد ولكن ممكن يكون الاختلاف والتفاصيل الأعراض مختلفة، كيف ممكن نقدر نفرق ما بين هذول الثلاثة رغم أنه الألم تقريبا واحد؟ تمام. الروماتيزم هو عبارة عن مرض ذاتي المناعي، مناعة ذات المناعة، يهاجم الجسم في ثلاثة مناطق، في العظام وفي العضلات وفي المفاصل. يصاحب لأعراض مرة كثيرة، من ضمنها تكون في أعراض مصاحبة في الصباح الباكر، يكون في ألم وتيبس تزيد مع الحركة مع الراحة والجلوس، ويبدأ يتحسن الألم مع الحركة. يعني بمجرد أنه أنا أصحى من النوم أحصل يدي يابسة، ما أول ما أحركها كذا يكون في ألم. طيب كل ما زودت الحركة كل ما يخف الألم، كذا أنا أعرف أنه أنا في الروماتيزم. جميل. التهاب المفاصل لا، التهاب المفاصل حيكون مجرد الالتهاب موجود في نفس المفصل، في الركبتين والأغلب في الكف. طيب يكون الألم مستمر ويزيد مع تقدم السن. هشاشة العظام الأغلب ما يكون فيه أي ألم، لأنه يعتبر من الأمراض تكون متواجدة بس ما يكون لها أعراض في الفترة المبكرة، وفقط تعرض للكسور بشكل سهل جدا. طبعا. وأذية العظام. طبعا هذه في المراحل المتقدمة جدا. طب وما هي أسباب الإصابة؟ لو نبى نعرف أسباب الإصابة بهشاشة العظام، وهل تلعب الوراثة دور في الإصابة فيها؟ طبعا في أسباب كثيرة، في أسباب طبعا تنقسم نوعين، في أسباب غير قابلة للتغيير وفي أسباب قابلة للتغيير. طبعا من ضمن القابل للتغيير اللي هو العمر، يعني كل ما زاد عمر الإنسان كل ما أصبح معرض أنه يصاب بالهشاشة بصورة أكبر. وعندك نوع الجنس، طبعا النساء لهم أو معرضين أكثر للإصابة بالهشاشة، بالذات بعد سن انقطاع الدورة الشهرية. وطبعا التاريخ العائلي له دور، يعني إذا كان في لك أخ أو أب أو حتى أمك عندها هشاشة، هذا يعتبر انه انت طبعا انت معرض، ومعرض بشده انه تتصاب بالهشاشه. جميل. يسمى المرض الصامت، وهذا هو المخيف فيه جدا. يعني قد الالتهاب المفاصل يكون له بوادر اوليه تكتشف انه عندك التهاب مفاصل، وكذلك الروماتيزم، لكن هشاشه العظام ما في اي اعراض تصيبك ولا اي شيء، فجأة بينكسر عليك عظم بشكل جدا الواحد حتى يمكن ما يستوعبه، فمن خلاله أنت ممكن تكتشف بعد مراجعة الدكتور أنه عندك أنت هشاشة عظام. اليوم كيف ممكن إحنا لو بالقليل من العلامات اللي ممكن نكتشف فيها هذا المرض من قبل مراجعة الدكتور؟ هو مزبوط في البداية ما حيبان أي حاجة، بس في أول المراحل له تبان ثلاث أشياء. أول شيء ضعف في قبضة اليد، وسهولة تكسر الأظافر، وسهولة الانكسار. يعني ممكن لأي غرض غير متوقع أنه يكسر اليد مثلاً حتنكسر اليد معه، تعرف أنه أنت بدأت تدخل في الهشاشة. قبل كذا ما في أي أعراض، هي فقط عن طريق قبضة اليد أو حتى كمان في وطأة الرجل وأنت بالكرام الواحد. أيوه. ممكن يكون داسته الواحد مع نزوله من درج أو شيء زي كذا يكون في أيوه. ألم قوي تبان في البداية، قبضة اليد تصير أضعف، يعني صعوبة أنه يفتح قارورة الموية، صعوبة أنه يمسك الأشياء، يحس فيها ضعف. ها معلومة مهمة، يعني ما كنا نتوقع أنه هذه تربط بهذه، يعني مثلا إذا ما أقدر أفتح قارورة الموية أو المربى مثلا زي كذا فممكن إصابة. شكلك تحب المربى. لا ما يبهيب بهذه، بس يعني هي أصعب شيء الواحد ممكن يفتحه. دائما وإحنا صغار كانوا يقولوا لنا أشربوا حليب عشان عظامكم تصير قوية. فإحنا لو بنحاول نقلل الإصابة بهشاشة العظام، الحليب ممكن يكون عامل مساعد؟ طبعا الحليب عامل مساعد، بس في نفس الوقت لازم تعرف انه الحليب لحاله ما حيكفي، حيكون في كالسيوم في الجسم، بس الجسم ما حيعرف كيف يمتص الكالسيوم. لازم يكون في فيتامين دي يساعد انه يمتص الكالسيوم الموجود في الجسم. لازم تشميس. طبعا.
طيب خلاص في مأكولات ثانية كمان تقدر تساعد فيها. صحيح. لو احنا مثلا عندنا مصاب في البيت يعني بعيد الشر على الجميع والله لا يكتب نصيب احد غالي علينا. اليوم مثلا عندنا مصاب داخل البيت بهشاشة العظام، كيف ممكن احنا نقدر نهيئ له البيئة المناسبة بحيث انه ما يتعرض لإصابات في العظم بشكل مباشر؟ طبعا في البداية لازم النظام الغذائي حقه يكون متكامل. لأنه كل ما كان النظام الغذائي متكامل كل ما وقينا نفسنا من الهشاشة، وفي نفس الوقت حتى لو كنا في الهشاشة نبدأ نرجع لمرحلة اسمها أستوبينيا اللي هي مرحلة في الوسط ما بين الهشاشة وبين النورمال. طبعا لازم تحرص أنه تكون عندك في جميع الوجبات حقتك فيتامين سي وفيتامين كي وفيتامين دي. فيتامين كي؟ فيتامين كي هذا جديد. فيتامين كي هذا يساعد أنه الكالسيوم يبقى جوة العظم، لو ما كان موجود حيبدا الكالسيوم يخرج من العظم تبدا تقل الكثافه حقت العظم. ومنك معلش على المقاطعه بس انه من وين يكتسبونه الفيتامين كي؟ الفيتامين كي موجود في مأكولات زي السبانخ، موجود في البروكلي. جميل. طيب مهم جدا انه الواحد يدخل فيتامين كي عشان اساسا يحاول. بس هل صحيح نقص استهلاك الكالسيوم والافراط في شرب المياه الغازيه ممكن يسبب كمان هشاشه العظام؟ طبعا المياه الغازيه لانه المشروبات الغازيه فيها حمض اسمه حمض الفوسفوريك. هذا بيساعد بيخلي الجسم انه ما بيمتص المقدار الكافي من الكالسيوم. يعني يعني الجسم كل ما كثر عنده حمض الفوسفور طيب حيبدا يساعد الكالسيوم انه يخرج من العظم وما بيقدر يمتص الجسم. رائع. اليوم يعني دور اخصائي العلاج الطبيعي جدا مهم في التعامل مع هشاشه العظام او كل ما يصيب تقريبا الهيكل العظمي بشكل كامل او حتى على مستوى العضلات. اليوم كذلك لو بنتكلم عن التمارين اللي ممكن نتعلمها معك يعني تفاديا لاي او لتفادي هشاشه العظام خلينا نقول بشكل عام. تمام. طبعا في نوع من التمارين يسمى البلومتريك اكسرسايز او تمارين القفز. طبعا ليش نحن بنقول الكلام ده؟ لانه العظم كيف بينبني في البدايه، كل ما كان في لود او وزن بينزل على نفس العظم بيزيد البناء في نفس العظم، بتزيد الكثافه فيه. فواحده من التمارين اللي جدا فعاله اللي هي البلومتريك اكسرسايز، بتساعد على زياده الكثافه. وفي نفس الوقت في دراسه اجريت في مجله امريكيه، 50 امراه جابوهم تراوح اعمارهم من 25 الى 50 سنه، بس مجرد ان هم يقفزوا في اليوم 10 مرات طيب على فترتين، يعني 5 مرات 5 مرات وبين كل قفزه وقفزه 30 ثانيه. بعد 4 شهور بعد ما سووا لهم مسح بكثافه العظام اتضح لهم انهم زادت كثافه العظام عندهم 0.5% خلال 4 شهور. 5%؟ 0.5. جميل. خلال 4 شهور بس مجرد انه انت بتنقص في اليوم او بتقفز 10 مرات بس. طيب جميل. لو نبي نعرف ما هي الخطه العلاجيه لمرضى هشاشه العظام؟ طيب الخطه العلاجيه قلنا في البدايه انه يلتزم على نظام غذائي كامل ومتكامل. ثاني حاجه انه هو يمشي لفتره ثابته، يا انه يمشي او يبدا يهرول تحت اشعه الشمس الافضل، تساعده انه يكتسب الفيتامين، وفي نفس الوقت بينزل لود على نفس العظم بيحفز الخلايا انها تبدا تبني نفسها وتزيد الكثافه العظميه. طبعا معلومات اليوم جدا رائعه بخصوص هذا المرض طبعا.